استبعاد بعض اللاعبين في بعض المباريات او اجلاسهم او ارسالهم على المدرجات لاسباب انضباطيه، لاسباب اخرى، لاسباب السهر على البوبجي وغير هاي المواقع التواصل الاجتماعي، اتخذ بهم قرارات واعرف انه تكون تاثر على فريقي. لكن لو عيد شلون تعرف يلعبون بوبجي؟ شنو يعني انت وياهم شلون تعرف حتى تعطيهم قرار انضباطي وتعاقبهم؟ صراحه انا هاي النقطه ما اعرفها. لا لا توصل مو صعبه، هوايه تقدر تتواصل ويا اي واحد من اللاعبين وتساله، وهاي يمكن لا اراديا يعطيك اسماء اللي يسهرونه وكذا، وحتى ممكن اداري تساله لا ايش مدري بصاحبه سهران اذا ما هو سهران ولاعب وياه. اي اي وانا اعرف منو اللي يسهر واعرف منو اللي هذا، لذلك من نشوفه من خفض مستواه. شوف مو اقول لك الاسباب كثيره، هي مو فقط البوبجي، احنا عندنا لاعب يوم 20 بالشهر ينزل وزنه ياكل. أيه. يا بنت تاخذ راتب كذا، يقول كابتن والله ثلاث ارباع دز الاهلي وما تبقى وكذا، وتغذيتهم سيئه. يعني هاي واحد نختلف. احنا ليش يعني اقول لك 20 بالشهر ينزل وزنه؟ اي اي منوزن منوزن، احنا شهرين متابعيه ورا 20 بالشهر ينزل. يصير عنده هبوط كيلو كيلوين وعطاءه يقل. فقل قله التغذيه، قله التغذيه، سوء تغذيه، وجبتين ياكلون اغلب اللاعبين، يمكن حتى اللاعب المتمكن الان ياكل وجبتين، بس ما يحسب، ثقافته قليله، ما يعرف قسم من اللاعبين ما يعرفون انه كيف يتغذى وشنو التغذيه بعد المباراه، رغم انه صار لنا سنتين نعلمهم ايش تاكل قبل المباراه، ايش تاكل بعد المباراه، ايش تاكل بعد التمرين القوي، ايش تشرب، شنو هذا المضر، شنو الاكلات اللي تزيد وزنك. عموما المشاكل كثيره في هاي الانديه اللي خلينا نقول البناء التنظيمي مالتها على شكل بسيط.